ببداية حوار أونلاين لليلي. أطيب التحيات من إلي ثابت، من تراز خوري ومني جورج العلية، وإلى حوار جديد ضيفتي الكاتبة والصحفية سابين عويس. أهلا وسهلا فيك ست سابين. أهلا فيك ومساء الخير لك وللمستمعين. يعني الحلو بالحوار معك أنه أنا جامع الاقتصاد مع السياسة، المجد من كل أطرافه بالبلد عزيز كل شيء خربان بلبنان، بطل مجد لا السياسة مجد ولا الاقتصاد مجد عزيز يعني كله خربان. يعني الحوار فينا ناخده من كل جوانبه إذا فينا نقول، أو نحيط فيه من كل جوانبه، لأنه كله بلبنان مرتبط ببعضه. صحيح. من سعر الدولار لطارق البطار المحقق طارق البطار، لتحقيقات المرفأ، لا تعطيل الحكومة، لا مفاوضات فيينا من غير شر. 100%، لأنه بكل بساطة نحن بلد رهننا قرارنا. شوف إذا بدك مظبوط، عادة الدول سياساتهم يحكمها الاقتصاد، يعني المصالح الاقتصادية تحكم السياسات بكل دول العالم، وهيدا الوضع. نحن لا، نحن الاقتصاد محكوم ومساره مرتبط بشكل لصيق جدا بالسياسة، ويمكن لو ما كان عنا هيدا الربط والقائم منذ عقود، يعني هيدي مش شغلة جديدة، ما كنت شفت هالقد التأثر الوضع الاقتصادي ووضع الحياة اللبنانية كان هالقد كبير. لأنه بعطيك مثلا مثل أنه هلأ بطاقة تمويلية لتساعد فيها الأسر الأكثر فقرا، بدها كمان تنطر طاولة فيينا وتنطر مجلس وزراء وتنطر البطاقة، يمكن ناطرة الانتخابات، هي أكيد ناطرة الانتخابات تيشتروا فيها أصوات، يعني مع الأسف. بقى مشان هيك نحن مع الأسف تداخل سياسي بالاقتصاد واضح جدا، وعم بيأثر بشكل كتير سلبي على الوضع الاقتصادي. أنا وياك سابين عويس رح نرحب بكل اللي عم يسمعونا، اللي عم بيشوفونا لايف على صفحة صوت لبنان Voice of Lebanon 100.5 FM، كمان منوجه لهم تحية كتير كبيرة، فيهم يشاركونا حلقة الليلة ويعطونا أراءهم ومداخلاتهم عبر صفحة صوت لبنان. كمان لكل اللي عم يسمعونا خارج لبنان وداخل لبنان، الواتس أب على 76-611-001، رسائل مكتوبة مسجلة بالصوت، وفيهم يطلعوا معنا مباشر على كمان على الواتس أب. كمان فيهم يتواصلوا معنا على أرقام الهاتف 01-325-555 وعلى الخلوي 76-611-005. بتوقع أنه تكون حلقة غنية بالمعلومات وبالتحليل وبالآراء القيمة، لأنه ضيفتي مثل ما قلت بأول الحلقة، ضيفتي اليوم ميزة لأنه تجمع المجد من طرفي السياسي والاقتصاد. في ظل انسداد الأفق السياسي واستمرار تعطيل العمل الحكومي والشكوك التي تحيط بمصير الاستحقاق الانتخابي، تحديات كبيرة بعيشها لبنان مع تفلت سعر الدولار وانهيار الليرة. ما هو مصير الحكومة؟ ما هو مصير الانتخابات؟ وإلى أين يتجه البلد؟ مقدمة ببروموسيون حوار أونلاين حضرتك طرحتيها على المستمعين أنا والمشاهدين، أنا بدي أطرحها عليك. بس قبل بالإذن كمدخل لحلقتنا بدي فوت بالتعميم 161. أوكي. لأنه من وقت اللي عملنا البروموسيون للحلقة لهلأ ما بدي خبرك قدي إجاني اتصالات سابين عويس معك، بدنا نعرف شو قصة 161، يعني مضمونه، مين بيستفيد منه، 158 وال151 هن شو مصيرهم، بيستفيدوا هذا الشهر، بيوقفوا ما بيستفيدوا، دولارات مين بده ياخدها من المصارف، انتقائية مش انتقائية. لا، هي المشكلة بالواقع وهيدي اللي عم نوقع فيها دايما، انه بتطلع التعاميم تعاميم او القرارات الحكومية او اي اجراء يتخذ بيطلع يعني في كتير من الغموض بالنسبة لمواطن عادي مضطر انه يقرأ بين السطور او يروح يلجأ للبنك ليفسر له شو هو هالتعميم. يعني انا ما بكذب عليك مثلا، وكل بنك بيصير يفسر عزيز ما هي اللي كنت بدي لك اياها، انا ما بكذب عليك انه انا لما طلع التعميم قريته اوكي بيبين كتير حلو، يعني بيبين مضمونه انه كتير حلو انه صار مصرف المركزي بده يعطي دولارات للناس ويعطي البنوك بدل الليره دولار لتدفع بس جربت اطلع انه مستند الى ماذا، باي سقف، باي اليه، باي ما لقيت. فقلت انا بفضل، لانه انا دائما بلجأ للي يعني شغله اللي ما بفهمها بسال فيها، ما بدعي
وما حدا بيعرف كل شيء، ما بتدعي المعرفة. مش وحدك بس ما بتفهمي، خاصة بآخر فترة تعميم مصر في لبنان عم بتصير شوي صعبة للناس يفهموها. فسألت بعض المصرفيين فاستغربت جوابهم انه نحن كمان مش فهمنين ومش عارفين شو بدنا نعمل. هلأ بالأول لما جاوبوا هيك قلت أنا ممكن يكون لكان مزبوط مش مفهوم، بس بعدين لما رجعت سألت أكتر وأكتر وسألت بمصرف لبنان لأقدر أفهم أكتر شو المقصود بالتعميم، فهمت أنه البنوك بمكان ما يمكن مش كتير مرتاحين للموضوع. يعني ما بعرف قدي الخطوة منسقة أو غير منسقة بينهم وبين المصرف المركزي، أو أنه في عملية تبادل أدوار ببينه مزعجية، عن جد ما عرفنا. هلأ المهم أنه هل التعميم اللي أصدره مصرف لبنان شو الهدف منه؟ بالشكل الواضح اللي حسب ما أنت بتقرأ لأي شخص عنده اليوم وديع بالبنك، نحن بنعرف اليوم أنه رح جرب قد ما فيني أنا أحكيهم ببساطة بسرعة، بس ببساطة اليوم كل مودع عم بيستفيد من مصرياته بالبنك عم بيخضع كان للتعميم 151 وال158، ووصل لمحل المصرف المركزي سمح انه اذا عندك حسابين مختلفين صحيح. تستفيد لانه قبل ما كان مسموح يقدر يستفيد من اثنين، يعني انت فيك تسحب كنت على 3900 وصار فيك ما عم بجرب امشيهم بالترتيب لما تضيع العالم، كنت تسحب على 3900 ورجعت صار فيك تسحب 400 دولار كاش و400 دولار 200 منها بكارت بديبت كارت بتسحبهم يعني بتشتري فيهم، والباقي بتسحبه على سعر 12000 ليره باللبناني. قبل بفتره طلع التعميم 601 المصرف المركزي سمح انه 3900 صارت 8000. هلا امبارح بطلعت هيدا التعميم الجديد ال 161 شو عمل مصرف لبنان. اول شيء اذا لاحظت مرقنا بمرحله عم نشوف فيها قفزات جنونيه للدولار، وهي القفزات عم بتخلي قيمه العمله تتراجع بشكل كتير كبير. يعني انت 3900 انبسطنا انه طلعت 3000، شو صار؟ كنت مثلا تدفع الاسيورانس على 3900 صرت تدفعه على 8000، يعني رجعنا مطرح ما كنا. هلا اللي نفع الناس في هيدا الموضوع انه خفت نسبه الهيركات على مصرياته. يعني انت كنت مثلا تسحب بالشهر 1000 دولار تاخد فيهم 3,900,000، هلا ما بقى عم تسحب 1000 دولار بس صرت عم تسحب كمان طلع على الدولار من مال ثاني. بس لا انت كنت عم تدفع يعني تسحب 1000 دولار بيطلع لك فيهم 3,900,000، هلا ما بقى عم تسحب 1000 دولار وتاخد فيهم 8,000,000 لانه وطيلك السقف. يعني حافظ لك على شيء 100-200 دولار بس انه طول اجال الهيركات. هلا هيدا لما طلع الدولار ل 30 يعني تقريبا وصل ل 29,000 كان مضطر مصرف لبنان يعمل خطه، يعني خطوه احتوائيه، وخصوصي شفناه راح عند الرئيس بري شفناه طلع للجم الدولار لانه صار في عمليه تفلت كتير كبيره عم بتصير بالسوق من قبل المضاربين، ان كان من عبر المنصات غير الشرعيه اللي عم تشتغل بهيدا الموضوع وبلا رقيب وبلا حسيب، او من عمليات تبادل الشيكات. يعني وصلت لما طلع الدولار ل 29,000 صارت الناس عم بتبيع تشيكاتها ب 15% و16%، يعني عمليه اقتطاع وسرقه واضحه جدا لاموال الناس، والناس بدها يعني عم بتعوز لانه بدها تهرب مصريتها. هلا اللي عملوا بهالطريقه اول شيء عم بيحاول يخفف حجم الكتله النقديه بالليره اللبنانيه، يعني عم بيجرب يسحب السيوله من اللي بالليره تيوقف شوي المضاربات، وهي بيعملها مصرف لبنان كل فتره كل فترة بيضخ سيولة بيرجع بيعمل خطوات بيسحب السيولة من السوق ليضل مجرب يحافظ على شيء من التوازن لما تكبر كتير الكتلة النقدية. لأنه اللي صار آخر فترة إنه نحن بآخر سنتين طلعت الكتلة النقدية من 5000 مليار ليرة وصلت هلأ تقريبا شي 38,000-39,000 مليار، يعني صار الرقم بفزع. يعني هذا كله شو عم نحكي لما نحكي بهذا الحجم، يعني التضخم أضعاف وأضعاف وأضعاف. يعني هيدي أول على فنزويلا يعني وصلنا نحن مش ما أصلا أنت هلأ فوت على السوبر ماركت شوف الناس عم تشيل مليون ومية ورا مية ورا مية. هلأ بتقليصه الحجم الكتلة النقدية عم بيحاول أنه يضخ دولارات بالسوق كمان ليريح الناس، أنه عم بيعزز حركة العرض والطلب. يعني قبل كان في عندك
حركة طلب قوية لا يقابلها حركة عرض قوية. هلأ عم بيقول إنه لا صار في حركة عرض استفيدوا من الدولارات. هلأ علامات الاستفهام اللي مطروحة ومثل ما قلت الأهم شيء فيها إنه على نسبة أو بالأحرى خفف نسبة الهيركات على التشيكات، يعني كانت بال 15-16% بهالعملية بتصير أنت تاخدها على 30%، يعني بتصير الألف دولار تسترجعها 300 دولار بدل ما تكون عم تسترجعها 150 أو 170 دولار. هي بتفيد شوي. هاي الخطوة تلجم سعر السعر تبع الدولار. هلأ علامة الاستفهام اللي مطروحة انه اول شيء هو حدد هالتعميم لآخر الشهر، ولكن سمعناه امبارحة عم بيقول انه نحن رح نشوف بدنا نمدده، يعني قال انه عملية ممكن تتمدد اكتر. لانه ليه انت اليوم اذا لآخر الشهر، نحن اليوم قديه بالشهر 17 فيتين على عيد، ومنعرف انه في عنا 3-4 ايام عيد فرصة ويك اند، واصلا البنوك بعد ما بلشت يعني تستعمله، لانه يعني بتنزل هلا على البنك بيقلك لا انا ناطر لأسبوع الجاي لأفهم الالية، يعني شو بيبقى ماكسيموم جمعة لتقدر الناس تستفيد من هالتعميم. لأنه كمان البنوك بنعرف قبل رأس السنة بتسكر كمان بكير. فلذلك إذا مدد هذا التعميم لفترة ما بعد رأس السنة ممكن نشوف أنه شوية هدوء بالسوق. ولكن أنا سؤالي لازم نعرف عنده دولارات المصرف المركزي؟ هذا السؤال بدي أسألك. يعني بدي أسألك كم سؤال كم سؤال صغير. طيب رح جاوبك عليهم. هلأ بقصة الدولارات إذا عنده ولا ما عنده، هو بالمبدأ بعد عنده شيء 14 مليار بالاحتياطات، كان هو يروح ألزم يعني الأموال هو يروح الاحتياطات لمن كان ملزم بيعمل بسياسة دعم. راح 14 مليار دولار على دعم كأنك عم تحرقه كنت للدولارات. هلأ عم بيجرب هو يركز أكتر استعمال الدولارات بالأشياء اللي ممكن تعطي إمباكت أو تأثير أكتر بالسوق. لذلك قال مبارحة كلمة لفتتني أنه هو رح يجرب يستفيد من وحدات السحب، يعني ما بعرف إذا كان عم يقصد أنه المصاري اللي إجت من صندوق النقد الدولي رح يجرب يدعم فيهم شوي السوق ليخفف الضغط على الليرة اللبنانية. لذلك نحن لنقدر نعرف قدي ممكن يستفيد يستعمل المصرف المركزي من الدولارات، من نشوف بعد رأس السنة قدي رح يعطي مهلة لهالتعميم، رح يعملوا على 6 شهور على سنة على شهرين على 3 شهور، بنعرف ساعتها شو حجم الدولارات، لأنه ما بنعرف بعد شو حجم التداول. جورج المشكلة أنه اليوم نحن بالبلد ما عم نعرف شو في حجم تداول على الدولار، يعني سوق سودة وفالتي وما حدا بيعرف. على المنصة بنعرف بس على السوق السودة ما بنعرف. شرحت قولي. بما فيه الكفاية جربت قد ما فيه بما فيه الكفاية بس أنا عندي كم سؤال هيك بسيطين يلا بدك تجاوبين عليهم هيك كمان ببساطة أكثر من هيك بسرعة لأنه عندي كثير مواضيع وما بدي فوت، يعني ما بدي طول بهذا الموضوع تحديدا بالذات. مين بيستفيد؟ ال151 158 بيستفيدوا ايه او لا؟ ايه بيستفيدوا. لا ال158 هو ما قلت لك لما قلت لك اذا عندهم اكثر من اكاونت، يعني اللي عنده اكثر من حساب. هلا اللي اكيد بيستفيد منه ال151 لانه باي طريقه يعني انت اليوم رح اعطي مثل لنقول انت اليوم عم تسحب بالعاده كنت على 8000 ليره كنت عم بتروح تاخذهم بالليره اوكي، هلا ما بقى في شيء تسحبه بالليره، يعني ال 158 وال 151 يعني 151 بالاخر تنحكي كل واحد لوحده تما نضيع العالم. ال 151 انت كنت تسحبه على 8 ملايين ليره، هلا بتروح على البنك بتاخذ 8 ملايين ليره ما بيعطيك اياهم البنك بعمليه دفتريه هو بيحسبها 8 ملايين. خلينا نعطي مثل لتكون واضحه القصه، مثلا 1000 دولار 1000 دولار يعني 8 ملايين 8 ملايين ما بيعطيك اياهم كاش لبناني لانه ما بقى في تداول بالليره وما بقى البنوك عم تاخذ من مصرف لبنان ليره، بيقسمهم على سعر من منصه صيرفه اللي هي هلا تقريبا ب 22 23 الف، وبيعطيك اياهم دولار بنك نوت كاش تاخذهم بايدك كاش.
هلأ هون الآلية بعد ما فهمنا مش ما فهمنا بعد ما توضحت، مشان هيك البنوك عم بيقولوا ناطرين لأسبوع الجاي ليزبطوا الـ ATM-ات ليعبون ليعملوا السيستام اللي بيسمح لك أنه مش تروح بس على البنك على الكونتوار تسحبون، تقدر تسحبون من الـ يعني مستفيد هاي دي 151. هلأ بالنسبة للـ 158 أنت أساساً بالـ 158 عندك $400 أوريدي عم تاخدهم كاش، وعندك ال $400 في منهم $200 بتاخدهم كاش باللبناني، هودي بدك تاخدهم بالدولار على سعر 12,000 يعني بيقسمهم على 12,000 مش على 23,000 اوكي. واللي بيشتري فيهم من على الكريدت هوديك هي هوديك بعدهم بفتكر بيضلوا بالديبت كارت بالكريدت كارت اللي هن بتستعملهم. طيب بالبطاقه شو اللي ممكن ما يخلي المصارف، انا بدي اطلب من المستمع رقمه بينتهي 762 ينطرني بس لحظه صغيره بعد ما يتعاملوا باستنسابيه، يعني كل مصرف شو اللي بيضمن انه المصارف ما تتعامل باستنسابيه بتطبيق هذا الأقرار؟ ما فيهم، ما بيقدروا يعني زبون اللي بده ما فيهم ما فيهم خلص تعميم ملزم للمصاريف بأنها تدفع بالدولار. وطالما هي كوتتها اللي باللبناني عم تسحبها إلزامي، يعني مصرف لبنان عم بيقول لهم شو عندكم كوتا باللبناني، وحتى المصارف اللي انتهت عند الكوتا عم بيقول لهم شوف لأي درجة أنه بعطيكم برجع بعطيكم إياها بالدولار. لجم الدولار بهذا الموضوع متفائل انه ممكن يهدي ينزله ظرفيا مؤقتا، لانه لقلك ليه لانه اليوم كمان اساسا ارتفاع سعر الدولار غير مبرر لا تقنيا ولا اقتصاديا. الدولار عم بيطلع بسبب مضاربات، بسبب تلاعب، بسبب ضغط سياسي. هالثلاث عوامل رح يضلوا موجودين. طبعا إضافة إلى العامل الأساسي اللي يفترض يكون العامل التقني اللي هو حركة العرض والطلب. بعتقد كثير من المشاهدين والمستمعين رح يشكروكي هلأ لأنه الكلام شوي لأنه الكلام حاولت أنا قد ما فيني هيك جزئ الأشياء. أنت فهمتون؟ أنا إذا أنت فهمتون أنا فهمتون مفروض الناس يكون فهمون لأنه نحن بالنتيجة من الناس. لأنه أول مرة بياخدوا شرح بهيدي الدقة بهذا الموضوع. رح تابع معك وروح فوت على الأوضاع المالية والاجتماعية هيك المتدني الخطيرة جدا اللي عم يمرق فيها المواطن، والسياسات الحكومة المالية وشو ممكن تعمل، لأنه قاعدين الشباب بس لجان وما في شيء تاني، ونروح على التعطيل والانسداد السياسي والانتخابات كلياتهم هودة. بس خليني أخذ كم مداخلة للمستمعين لأنه ناطرين. رقم بنتهي 762 تفضل. مرحبا، أهلا وسهلا فيك. يعني بصراحة أول شغلة يعني واحد بس ياخد الثاني على قد عقلاته. يعني اليوم أنت وقتها بتروح بتاخد كارد من البنك أوكي صحيح، وبتنكسر على سيارتك على بيتك على ما بعرف حيالله شي بدك إياه خير هون بدك إياه، شو بيعملوا فيك إذا ما بتدفع؟ بيحجز لك بيعملوا فيك مش بيحجز لك، بروح بيشلحك البيت بيشلحك ايه ما عملك بيحجز لك على بيتك على سيارتك عليك. على طيب كتير منيح. اليوم ليش أنا بدي أحكي عن حي الله واحد يا خي، كل واحد حاطط مصاري بالبنك وأخدوهم بالقوة، هي اسمها صلبطة عرفتي، وكل شوي بيطلع لك تشريع وبيطلع لك، وبعدين يا خي تعال أقول لك شغلي أنا شو ضمني إنه هيدول اللي عاملين منصة هود مش صيرفة اللي عم بيحطوا تسعيرة الدولار كل يوم، مش هني زيتهم تبع جماعة مصر في لبنان، لأنه ولا صراحة بطل مفهوم شي من شي. بعدين يا خي تعال رحت انت على البنك عم يعطيك دولارك على 8000 وشو يعني عال شو المشكلة ما بتقبضوا على 8000 وبتروح بتبيعه برا على 25000 و 30000 يعني بشرفي ماني شايف انا فشل اكتر من هيك، فشل اكتر من هيك سرقة، وسرقة مرخصة يعني انتبه مش سرقة يعني سرقة برخصة بمجلس نواب بقرار جمهوري بقرار دستوري. انت اليوم صاحب رزق ممنوع تقرب عليه، ممنوع تمد ايدك عليه، بتروح على البنك حاطين لك سيكوريتي، ممنوع تفوت لجوا، ممنوع تسال عن شيء. وعلى فكره بدي اقول لك بعد خلص وصلت فكرتك يعني وصلت فكرتك، بس انا بدي زيد عليك انه انت عم تجيهم تليفونات صديقي انا بدي زيد عليك يعني احسن ما نطول لانه عندنا كثير مداخلات، انه بالعربي المشبرح المواطن اللبناني اليوم مسروق منهوب ومنصبين عليه، يعني اكثر من هيك شو بدي اقول لك، ومش طالع بايده شيء صحيح ولا لا؟ صحيح. يعني الأستاذ اللي تلفان عبر عن وجع كل الناس لأنه هذا هو الواقع اليوم.
في ناس يمكن استفادت من الهندسات المالية، استفادت من الفوائد المرتفعة، بس في ناس تعبة وعرق جبينة ومدخراتها حطتها بالبنك باعتبار أنه البنك يؤمن راحة البال ونحن وراك وإلى ما أبعد الحدود، والشعارات الكبيرة اللي كانوا يسمعوها عظيم. بمرحلة ما كانوا منيح والناس كانت مبسوطة وعم تاخد فوائد عالية والكل كان مبسوط، بس كان الكل شريك بالجريمة. خلينا نكون واضحين، يعني أنا لما بقبل أخد 10 و12 و15% على مصرياتي بالبنك، أو لما بقبل أنه بشحطة قلم بقلب من الليرة للدولار ومن الدولار وللليرة، ما بيلاموا أكيد، بس أنا عم يعني مش خبير اقتصادي، منه خبير، بس كمان يعني معلش في كتير ناس يعني طلع أخد تقاعد وراح يحطوا بالبنك بده يعيش أنه انبسط بهول 10% 100% عالم بس عم بقلك إيه، مش مطلوب بس كمان من كل العالم يكون خبراء اقتصاديين. بس خلينا نكون كمان شوي واقعيين، ومن كمان ما نحكي باللغة مسؤولية الدولة توجه الناس. لا الدولة ما نقلك بموضوع المصارف، هيدا قطاع مش حاكي خاص. مصرف لبنان طالع نازل قطاع خاص عم بقلك ليرة مستقرة استقرار هيدا موضوع تاني، هيدا موضوع تاني. أنا مين بصدق ايه؟ وبياخد جوائز شوف. عالميا شوف عطالع ونازل بياخد جوائز وبيجي بيقلي ليرة انت ما تعطى الهم ما في شيء مزبوط، مش هناك وحكومتي عم التاجر وتطلع وتتدين وتعمل، بس احنا كله هيدا كنا عم نعرفه كنا عارفينه. انا هلا عم جرب اقول لك مش انا بعرفه لا عرفتيه، بس انه الناس انا بدي اقول لك معلي انه لما نحن بنكتب وبنصرخ وبنقول نحن واصلين لحاله من الانهيار التام، نحن واصلين لمحل الناس مش رح فيها تسحب وديعها ومش رح كنا الاولى، ومش بس انا يعني كان في كتير ناس تعيط وتصرخ وكانوا يتهموا انه هودي بدهم يضربوا القطاع المصرفي و و و ماشي. بس انا اليوم اللي نحن وصلنا له في مسؤوليه مشتركه هلا، ما معناتها حجم المسؤوليات هيدا اللي بدي اقول لك اياه. بس انا ما عم بقول لك انه اليوم المودع اللي وثق ببنك او وثق بسياسه مصرف لبنان او وثق هيدا بيتحمل هو المسؤوليه مثل ما هلا عم بيعملوا فيه. يعني اليوم عمليات الاقتطاع وحده عم يتحمل هاي اللي بدي وصلك له، هو عليه مسؤوليه بس يمكن مسؤوليته 5% 10%. هيك اتفقنا ايه لا طبعا انا لا يخليني كفي الجمله لانه طبعا تنفهم لا اله. اليوم لما بقول المسؤوليه مشتركه ايه المسؤوليه مشتركه، ومشان هيك اليوم نحن اللي عم نطالب فيه من الحكومة انه عم بتقولوا انه وحدتوا الخسائر المالية وبتكون توزعوا الخسائر على هالاربع جهات اللي هن الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودع. عظيم، بس انا بدي اعرف شو رح تحمل الدولة وشو رح يحمل مصرف لبنان، شو رح تحمل المصارف وشو رح يحمل المودع. بلش تحديد الخسائر 69 مليار دولار هلا تقريبي، وصندوق النقد هلا اللي عم يتحمل الخسائر بشكل أكبر شيء هن الناس، لأنه هذا التعميم آخر تعميم 161 ما نحن عم بتصير العملية مقوننة بشكل من خلال التعميم. إجوا بدهم يعملوا كابيتال كنترول ما مشي حاله لأنه كان عم بيعمل عملية هيركات مقوننة عمل المصرف المركزي هلأ بتعميم. بس اليوم 50 و60% من عملية تحمل الخسائر عم يحملوها المودعين. خليني تابع مع المستمعين لأنه ما رح خبرك قديه في طيب عندي ضغط يلا على يعني سابين عواس اليوم يلا سهرانين. أول شيء من عندك إلي تفضل، مين معي؟ ألو مصر. أهلا تفضل. يعطيك العافية جوزيف ظاهر معك. أهلا وسهلا. أنا بس جوزيف. عندي سؤال صغير تكوني بالأول كانت $1,000 عم يعطونا إياها 8 مليون وعم يتلطوا تحت شعار أنه هن إلهم حق ما يردونا بنفس الكارنسي بنفس العملة. فاين اليوم $1,000 عم يعطيني إياها على $350 صار وهيدا قانونا إله حق، مش بمعنى إله حق، هو أصلا مو وقت حق بلبنان. فاين مين ما بدها تشريع بمجلس النواب كيف ممكن $1,000 يعطيني إياها 350 إنه تحت أي قانون تحت أي تشريع؟ أنا هيدا سؤالي بس. شكرا لمداخلتك، كمان جواب سريع. ما هو هيدا اللي انا كنت عم جرب اقوله انه العمليه الهيركات عم بتصير من دون قانون، عم بتصير من خلال تعاميم لمصرف لبنان اللي بالنتيجه هو الذي يحدد السياسه النقديه وهو اللي يرعى وينظم بغياب اي قوانين. او ما لو طلع قانون الكابيتال كنترول على تقييد القيود على السحوبات وعلى التحويلات
بس اكيد مش بالشكل اللي مطروح. ما عم بقول لك انقارنا سنتين قانون طلعوا لنا بالميزان قانون ولا لو انعمل القانون بشكل معرفنا لمين بيو مين امه مين لا لانه ما فيك تعمل قانون بدك تحمي فيه بدك تقول انت بالعنوان الشعبوي اللي تحمسوا كل الكتل النيابي يقولوا انه نحن عم نحمي وديع المودعين اموال المودعين وبنفس الوقت عم بيحموا مصالح المصاري ما بتركب. خليني اتابع مع المستمعين كمان. مساء الخير مين معي؟ مساء الخير. اهلا وسهلا. انا عندي موضوع. مين معي؟ بتاع القانون يلي هو 151 يلي هو 400 دولار وكريدت كارد. لا 158 158 لا انا قلت لهم بدي على 151 عملوا هني مثل ما بدوا. هيدا الموضوع اللي انا يعني بأي بنك؟ فيدرال بنك. اوكي. لا انا بسأل لانه كل العالم صارت بتعرف كل شيء. قبل كنا نخاف نقول اسامي وما بعرف يعني شو. قلت له بدي فوت على 151 وكان طالع طالع جديد 158 ما فت علي. وانا زلمي سوري عندي سوري عده امراض خاصة على الكونسير بتاعي. حضبت عويدي حطيتهم بالبون صرفتهم دولار كلهم بيطلعوا 200,000 دولار بصراحة. المهم إذا بيعطوني شيك أخذوا مني على الشيك رجعت وما بدي أجي عملنا 100 متكل أخذوا المصريات كريدت كارد أخذوا 15 دولار منا مشكلة. المشكلة وين؟ أنه نحن اليوم طلبنا على 151 يعني هلأ فتنا على 158 ما بحق لنا نسحب كل شهر 1000 دولار من المصاري اللي هي صار لها 5 سنين عندي. والله ما بعرف شو بدي أقول لك. بدي أشكر مداخلتك. شو بتقلي له؟ والله بتعرف لما بتسمع قصص الناس وكل حالة بحالة كل حالة لوحدة مش بس بتبكي كل حالة بدها وضع خاص وتعامل استثنائي. المشكلة اللي عم نوقع فيها انه في حالة من التخبط بالسياسات عم ناخد يعني بتجلس الحكومة ما في اصلا حكومة تاخد قرارات هلا خصوصا انه ما في مجلس وزراء او حتى ايام حسان دياب يعني ما وصلنا لهون الا من وراء تلك السياسات. بس انه اليوم مصرف لبنان عم بياخد هالقرارات ما عم نقدر نعرف كيف نفسرها للناس. الناس ما عم تعرف تتعامل مع البنوك. البنوك من وقت 17 تشرين فقدت قدرتها على السيطرة على الوضع يعني بالوقت اللي كان لازم هي تقدر تتحمل لأنه فقدت السيطرة. لما أنت بتفقد السيطرة وبتقرر أن تكون معركتك هي أنه مش أنا اللي أخذت المصاري الدولة اللي أخذت المصاري طالبوا الدولة بالمصاري لا مش هيك الأمور. الناس بالنتيجة بدها تأكل عنب ما بدها تأكل ما بدها تقتل النطور. أنا اليوم كمودعة بدي أعرف عم بفهم أنا يمكن لأن بعرف أكتر من غيري ربما لأني بهذا الوسط بس بدكم يا مصاري تفسروا للناس ليش أنتوا عطيتوا المصاري تبعهم للبنك المركزي. هي ما بيقولون إياها هو بالواقع. أنت قبل شوي عم تقولي أنه المواطن العادي انبسط أنه 12% و10% ركض عليها من دون ما يعرف إيه بس ما في ريسك. حطوا مصاريهم بالمصرف المركزي لأنه الملزمين ما هو هون لأنه الملزمين لانه خليني هي كلها حلقه مفرغه عم نبرم فيها. انت صار عندك بعد 2008 والازمه يعني صارت مبسوطه المصارف بيطلع مصرف لبنان هندسات ماليه بتربحهم مدري قديه لانه عم بياخذوا فوائد كانوا كتير عاليه. بس انت في مرحله خلينا بس نمشي شوي بالامور بترتيب الزمني ايه ما هو قصه مثل هي مشكلتك بيسال واحد سؤال ما فيك تجاوب عليه بكلمه لانه الموضوع كتير حساس ودقيق وكل كلمه فيها تنفهم بطريقه غلط. كان عندك فائض كتير كبير من السيولة والبنوك ما كانت عم تقدر توظفها بالخارج اجا مصرف لبنان وهيدا من اكبر الاخطاء اللي ارتكبت بحق الناس وبحق البنوك وبحق لبنان انه لما رحنا على توظيف ودائع الناس يعني الاموال الموجودة لدى المصارف لدى المصرف المركزي خلص صارت كلها موجودة بالمصرف المركزي. المصرف المركزي بيقول انا دفعتها تمول الكهرباء دفعتها تمول الدين طيب راحت المصاري. نحن لو كنا عنا دولة ذات سيادة وتحترم القانون وتحترم شعبها بكل بساطة هي كان لازم تاخذ زمام المبادرة وتأخذ القرار الصح والجريء وتقول أنا أتحمل مسؤولية اللي صار
الأموال اللي ضايعة على الناس بين البنوك ومصرف لبنان يتحمل هاي قصة تحديد الخسائر المالية، أنا بحمل هذا الجزء والمصرف المركزي يحمل هذا الجزء والناس تحمل والدولة تقول أنا مستعد مش 10 مليار 50 مليار، أنا هيدي خطتي لأرجع رد المصاري للناس. بدك حكومة تعمل مش حكومة معطلة، بدك مجلس نواب ينتج مش سنتين تيطلع قانون كبير. يا استاذ جور، يا استاذ جور، ما في سياسات مالية. ليش الدولة؟ هل لا بس خليك سؤالي، معي. سؤالي سؤالي بس، ما في سياسة مالية للدولة اللبنانية؟ سياسة ما في الحكومة مش ما في سياسة مالية، ما في شيء. ليش عندها سياسة؟ كيف ممكن يحيا اقتصاد بالتعاميم؟ انت عم تحكي بدك سياسة مالية؟ لحظة، اقتصاد بتحكي انت بدك سياسة مالية؟ ليش في سياسة اقتصادية؟ ليش في سياسة اجتماعية للحماية؟ ليه شو في؟ ليه في سياسة خارجية؟ ليه شو في؟ ليه في سياسة داخلية؟ ما نحن ما نضحك على بعضنا. اليوم المواطن عليه حقوق وواجبات، أنا كمواطنة بدفع كل ما علي للدولة، رسوم وميكانيك وضبوطة والبدك. طب بالمقابل بعدني بعمل معاينة ومدري مين بياخد مصريات. الدولة عليها أيضا مثل ما عليها إلا حقوق، عليها واجبات. الدولة تخلت عن دورها وعن مسؤوليتها، ولهيك أنت اليوم عم بتشوف لما هيدا ما يسمى انحلال المؤسسات. هيدا هو ما في مؤسسات بانحلال المؤسسات. رح انقل انا وياك على تعطيل الحكومة. لك انت لما دولة بتشتغل بس يوم الاربعاء يعني هتجنني. ايه بس كمان ما عندك موظف بياخد 35 دولار و30 دولار. مش مسؤوليتي، مش مسؤوليتي اذا الدولة عم تصرف. اذا كان عندك طبقة سياسية بفترة من الفترات، هذه المافيا من هون انا عم بسميهم مافيا اقتصاد، مافيا الاقتصاد ومافيا السياسة بالتضامن والمسار الواحد والمصير سبين الواحد. يعني ما بيصير. شو رأيك كمل بلب المشكلة؟ يلا. بالتعطيل والانسداد بالتعطيل الحكومي والانسداد السياسي وعلاقات المنظومة بين بعض البعض وعلاقات كمان مسؤولية المعارضة وشو ممكن تعمل لأنه مراهنين على الانتخابات وإذا ممكن يطلع من يعني يكون الرهان بمحله. رح احكي بس رح اخد كمان دفعة من المستمعين لانه عندي كتير مداخلات بس بدي روح لغير محل بعد مداخلات المستمعين. علي من لندن كمان بونا عليك، رح نترك بعد ناطي 12 دقيقة علي. لا حرام. بس رح اخد رح اخد من عند إليت ناخد اتصال. الو تفضل. وي بونسوار. بونسوارين تفضل. كيفك ست ماريا؟ معي سابين عويس. كيفك مدام سابين؟ أنا بس بدي أسألك سؤال، هو عم يعمل تعاميم 151 52 58 161 وعم بيقول معه بنك نوت، مزبوط؟ هيك عم بيقول، مزبوط. ليه ما بيعطي كل واحد حقه؟ يعني هو يعمل كابيتال كنترول بس يخلي الأمونت يعني الفاليو تبع المصاري مزبوط. يعني هو عم بيقول بدي أعطي 335 دولار، يعطيهم 335 دولار، يعني المعه 10,000 دولار بدل ما تضاينه 10 أشهر بتصير تضاينه اعتبره 3-4 سنين. إنه هن عم بيروحوا يدوروا تيعملوا بطاقة تموينية ويجيبوا 25 دولار و27 دولار و30 دولار. في الشعب اللبناني من تلقاء ذاته هو يمول حاله، يعني بدل ما يقول بدي غطي 100,000 200,000 عائلة بيصير بدي يغطي 20-30,000 عائلة. ساعات العالم عم تاخد من مصريات ودجا بيكون انه هذا اقتراح، هذا اقتراح. بشكر مداخلتك تعليق. شوف ما هيك اقتراح يعني كمان كتير هين بس غير قابل للتطبيق، لأنه اليوم لما أنت بتجي بتقول كمصرف لبنان وأنا بدي أعطي كل الناس الدولار بقيمة الدولار، طيب صار في تهافت على البنوك. إذا بنك ما قدر يلبي وأكيد ما رح يقدر يلبي، لأنه أنت لما عندك 80 مليار دولار وديع وهو ما عنده إلا 14 مليار دولار، طيب والفجوة اللي باقي كيف بغطيها؟ وهي هيدا اللي عم نحكي عنها أنه في فجوة كمان مداخلة جديدة، مداخلة جديدة، وهيدا اللي عم بخلينا نروح على الاقتطاع أو الهيركات الغير مقونن. مداخلة جديدة، مساء الخير، من معي؟ ألو بونسوار. أهلا وسهلا تفضل. كيف حالك أستاذ جورج؟ معك خليل نور الدين. أهلا خليل. مدام سابين بس بليز بدي أسألك سؤال بالنسبة للشرح اللي حضرتك تفضلتي فيه بالنسبة لل 158 158 أوكي. وحضرتك يمكن سمعت الحاكم امبارح لما سأل على ال 158 قال جملة، قال إنه هلأ صاروا كلهم بيقبضون دولار القيمة كلها، مزبوط؟ إيه قال يعني بس أنا
أي أنا سؤالي بالنسبة للبارت اللي هو بدل بالكارد اللي هن 200 اللي كانوا يعطونا إياهم 2,400,000 بس ينحطوا بالكارد. أنا بس بدي أعطيك إكزامبل صغير. أنا إذا بروح هلا على السوبر ماركت أقل مرة بروح فيها بتطلع فاتورة فوق 1,500,000 ليرة. هلا إذا بشوف أنا الوصل تبعي بيطلع الوصل تبعي قيمته يا $1,000 لأنه هن بقرشوا بعضهم على 1,507. يعني أنا كيف بدي أدفع 1,500,000 وهن بيعطوني بس 200 دولار بحطوهم دولار وأنا عم بدفع على الكارت؟ كيف هيدا بدها تصير بكرة بالبي او اس؟ بس هيدا سؤالي. أنا من جهتي ضاعت يا ريت وحياتك يا ريت بقدر أقول لك لأنه عن جد ما بعرف لأنه لهلأ ما عرفنا كيف آليات تطبيق التعميم. عم بقلك عم نسأل مصرفيين وحتى هني بعد ما عندهم جواب. أنا بعتقد لنقدر نعرف جواب على هيدا السؤال بك تنطر كم يوم بعد لأنه أنا مش أكيد إذا اللي بالكريدت كارت رح يعملهم بالدولار ولا رح يخليهم بالليرة. هي ما كتير وضحت وحتى أنا سمعته للحاكم وكمان ما عرفت إذا قصده هول اللي بالكريدت كارد رح يعملهم دولار ولا لا. فخليك بتنطر شوي وبترجع يمكن بعد شوي بتعرف. علي لندن 15 دقيقة ما تواخذني علي. لا لا بتمون بتمون أستاذ جورج. أول شيء تحية لك ولضيفتك الكريمة. معلش خليني أعطيك وجهة نظري أنا بنقطتين بس لأنه بس بشكل سريع علي بعرف نطرتك كتير بس وقتي بلش عالسريع عالسريع عالسريع. أول شيء أستاذ جورج بلد فائد للسيادة تبعته بوجود سلطة معينة تعيين من احتلال بتعطيل للدستور وتعطيل للقانون. لا نستغرب شو عم بيصير بلبنان ولا رح نستغرب بعد أكثر من هيك شو حيصير بعد بلبنان. هيدا من الأسوأ للأسوأ لأنه هيدا بلد محتل. نقطة تانية أستاذ جورج هو أنه ألمانيا لما احتلت فرنسا وعينت حكومة فيشي السياديين الفرنسيين لا خضعوا ولا انتخبوا ولا شاركوا انتخابات ولا شاركوا المحتل. قاموا بعملية مقاومة لتحرير أرضهم وتحرير بلدهم فرنسا. نحن ما عم نقول للشعب اللبناني حمول سلاح ونزال، لا، في عندك مقاومة سلمية ممكن تكون بس على القليل ياخذ الشعب اللبناني القرار انه انت اليوم بدك تسترجع سيادة بلدك لحتى تقدر انت تدير دولتك مثل ما بدك وتنظم دولتك مثل ما بدك على القانون اللي بدك ايه وعلى الدستور اللي بدك ايه. وإلا منكون قاعدين عم نضيع وقت وحنفوت من مصيبة لمصيبة ولا في إلى حل لأنه البلد سيادته محتلة من قبل إيران. شكرا علي. شكرا علي من لندن. تعليق سريع قبل ما نفوت بالمواضيع السياسية. شوف نرجع يعني بنرجع لعملية عدم الفصل بين السياسي والاقتصاد. أكيد اليوم معه حق إنه الناس لازم هي تطالب بحقها. نزلت الناس على الشارع شفناها كرمال 5 سنت نزلت على الشارع. صار الدولار ب30,000 ليرة ما عادت نزلت على الشارع. ليه؟ لأنه في خوف، صار في ترهيب، ما بقى عند الناس قدرة على أنها تعلي صوتها، فضلت أخذت الخيار الآخر. ونحن ما نحترم بالنتيجة لأن كل إنسان وصل لمحل. مهني السلطة شو عم تعمل فيك اليوم؟ عم بتوصلك. كنت بمرحلة غضب نزلت على الشارع، وصلتك لمرحلة يأس تتيأس. رحت أنت بهيدا اليأس أنك أنت تدير أمورك بنفسك. اليوم كل لبناني هو عم بيدير أزمته بطريقته بالطريقة اللي بيعرفها، عم بيحاول قد ما فيه ياخد من مصرياته اللي بالبنك لأنه بقرارة نفسه كل لبناني عارف أنه هذه الودائع أو هذه الأموال أو هذه المدخرات لن تعود إليه في الوقت القريب ولن تعود إليه بقيمتها الحقيقية. اليوم المصارف، كل المصارف، برجع يمكن ما بعرف إذا هو اللي سأل أو الشاب اللي حكي قبل أنه المصاري اللي بالبنك، طيب ما انت رح تاخدها ورح تسحبها بس بيعطيك اياها البنك بعملتك بالليره اللبنانيه على اي قيمه؟ ما انت الليره عم تفقد من قيمتها. مشان هيك الودائع باقيه بالبنوك، فيك تروح تجيب وديعتك ساعه اللي بدك بس شو قيمتها بقى؟ راحت قيمتها. مشان هيك الخوف من عمليات الهيركات اللي عم بتصير. صار لنا سنتين عم نخضع لعمليه اقتطاع لتنزل حجم الودائع لا تصغر حجم الخسائر. بالنتيجه وصلنا انا وياك توصل لمحل ما بقى في، ما بقى الناس ما بقى عندها مصاري، استنزفت كل اموالها. يعني هي المشكله. انت بحاجه بس لجاوبه انه معه حق، نحن بحاجه لاعاده تكوين للسلطه. هيدي ما بتبين الا بصناديق بالصناديق الاقتراع. هل رح يعملوها اللبنانيه ولا رح يرجعوا يقولوا خلينا على اللي بنعرفه باعتبار انه البديل او المعارضه لم تتبلور بعد
صورتها. رح احكي بموضوع الانتخابات. كنا وصلنا انا وياك لمحل انه هيدي الاوضاع اللي عم نعيشها، سوري على الكلمه، اللي مرت المقرفه، اللي يعني مش مارقه علينا يمكن من قرن لهلا، يمكن على اجدادنا مش مارقه بايام حرب ال14، يمكن نوصل كمان للمجاعه، مش مارقه علينا. هيدي الاوضاع بدها سياسه ماليه، بدها حكومه، بدها راس يشتغل، راس دوله، رأس الدولة اللي بلبنان هي الحكومة اللبنانية، بدها تشريع مجلس نواب لبناني. اليوم المجلس النواب يعني يعمل كأنه لا يعمل، والحكومة معطلة. هل هناك إرادة لدى الطبقة السياسية الحالية برأيك كمتابعة وكمراقبة وكمحللة وكعيش الأوضاع السياسية اللي عم تصير بالبلد، هناك إرادة حقا للخروج؟ يعني حدا بده يطلع من الأزمة بعالج التداعيات بهيدي الطريقة، بعطل الحكومة، بدلب المناكفات السياسية بالأداء اللي عم بحكي داخل المنظومة. حتى معزبك تكمل سؤالك. خلي السؤال بالأداء اللي عم نشوفه، ما عم نشعر أو نلمس أنه في فعلا تحمل للمسؤولية. لأنه اليوم أنت لما بتتحمل مسؤولية وتشيل البلد من اللي هي فيه، ونحن بنعرف انه قرارات المطلوبه للبلد هينه، منا يعني هينه معروفه، مش انه هينه، لا هي منا هينه، صعبه ولكن واضحه ومعروفه، ومثل الجوب ديسكريبشن يعني معروفه شو المطلوب منك تعمله. نحن بالحد الادنى ما عم نعمل شيء، ما عم نعمل شيء. لما قلت لك انه بطاقه تمويليه شو بدها؟ ضبط البنزين مثلا، وقت اللي شفنا ازلال الناس على المحطات، كان بده هيدي طاوله حوار ولا بده توافق؟ قصه الدعم بحد ذاتها كان قصه الدعم، هدر المليارات وحرقها، ضبط الحدود. هي بس الدول تمر بأزمات اقتصادية، معروف الحلول، يعني في طريق واحد، طريق اثنين، يعني طريق ثلاث. نحن بلبنان طريق واضحة، طريق واضحة، بس ما حدا عم يمشي فيها لأنه في ناس ما بدها تمشي فيها. ما كمان انت اليوم لما بيكون بلدك مربوط على كذا أجندة، بدك تلحق الأجندات المربوطة عليها. كمان سؤال في سياسي، أكتر من أجندة، في سؤال أكتر سياسي من اللي عم بيصير داخل المنظومة، عم بحكي عن المنظومة على بحد ذاتها، لأنه بكل مكوناتها، بكل مكوناتها، هو توزيع أدوار أم هو لا في خلافات حقيقية داخل المنظومة عم تعطل البلد؟ ما في ولا نحن في قرار كبير إنه نوصل نعطل البلد، عم نشتغل بهذه الطريقة تنروح لمحل تاني؟ هلأ هو طبعا في قرار بأنه أول شيء خلينا نشوف نتفق على يعني شو المشكلة، تشخص المشكلة. أنه أنت اليوم قاعد ببلد يخضع لعزلة، في ما عندك اصطفافين. قبل كان عندك اصطفافين، كنا نقول في 8 أدار، في 14 أدار، في واحد عم بيطالب بالسيادة، في واحد بده المحور الإيراني، كانت أكتر صورة يمكن واضح. يعني اصطفافة واضح. هلأ لا، عندك تخبط على مستوى هذين المحورين. أساسا في محور ما عاد موجود اللي هو 14 أدار فرط، وما عمل أي محاولة للملمة نفسه، وما قدر يتحول حتى لمعارضة موحدة. يعني إذا ما كان يعني كل فريق عم يشتغل على القطعة بعد 17 تشرين، كمان عم يحاول يلملم حاله، بس دون هيدا الشيء خلافات كثير كبيرة رح نحكي فيها. هيدا اللي دخل على خط يعني هيدا إذا بدك دخل على المشهد. وفي عندك المحور بقيادة حزب الله اللي هو كمان مشتت ومنه هالقد متماسك، ولكن الرأس موجود. لذلك بوجود الرأس قادر يضبط الإيقاع داخل ضمن الفرقاء. يعني اليوم إيه في خلافات بين التيار الوطني الحر وحزب الله واضحة وجلية، ومنا تبادل أدوار أبدا، ولكن المصلحة المشتركة اللي جمعت بين الحزب والتيار بتفاهم مرم خايل لا تزال قائمة. اليوم الحزب لا يزال يحتاج إلى الشرعية التي يمنحها رئيس الجمهورية المسيحي لهذا الحزب بوجوده بالتركيبة، وبنفس الوقت التيار الوطني الحر لا يزال يحتاج إلى الحزب لدعمه تيقدر يكمل استمراريته بالحكم. لأنه اليوم إذا بتجي بتطلع بالمشهد، التيار الوطني الحر صار معزول، ما بقى عنده أي حليف. التيار متخانق هو وأمل، ضرب الاتفاق معراب، تفاهم معراب مع القوات، مع المردة، ما مين ما عنده ما ما مع الدروز، مع ولي جو، يعني ما عنده، بعزلة داخلية واضحة، ومش بس عزلة، خصومة سياسية. طيب بكرة يمكن نشوف تفاهمات، هل رح تتوج هيدي الخلافات بمقايضة؟ نحن اليوم رح ما بنعرف، يمكن صارت مهلة الطعن اللي مقدمها التيار الوطني الحر للمجلس الدستوري وللبت فيها على آخرة. يعني كان كتير عم ينحكى عن مقايضة، الرئيس بري قال مستعد يطلع مشي على بعبدة،
رئيس عون بده انعقاد مجلس الوزراء بدون حزب الله، رئيس مئاتي متريس ولا مجلس الوزراء ما فينا يعني فئة نغيب مكون، نغيب مكون طائفة أساسي، وحكي اليوم أنه استقالة الحكومة كمان غير وردة، غير وردة ومن هي الحال. شو يعني شو المطلوب؟ شو المطلوب؟ المطلوب أنه تضل الحكومة في مقايدة؟ لا رح يصير ما رح تصير مقايدة، أقله مش هلا، يعني ما في طعن، بيمرق الطعن ولا ما بيمرق أقله طعن. بعد المقايدة ما نضجت شروطه، يعني ما هو كمان عم بيتفاوضوا على الشروط، انه اذا بدها تصير هيك مقايده بدك تشوف كل واحد كل فريق بس للأسف فيها بدي اقول كلمه يستفيد. للاسف يعني المقايده كمان بلبنان، لك شوفي وين صرنا، انه مقايده بين اطراف سياسيه بترجمها المجلس الدستوري، يعني المجلس الدستوري لهلا بعد ما قال كلمته وتريسه واضح بانه بعد ما ناطر شو على اي شط بده شو بيقولوا يرسي. بس انت اليوم لما بتضرب القضاء وصدقية القضاء، بتضرب المصارف، بتضرب القطاع الاستشفائي، بتضرب القطاع الصحي، بتضرب قطاع التربوي، القطاع التربوي التعليمي، قطاع السياحي، الاحراج بتحرقون، بترجع بتسالني نحن وين رايحين، يعني انه خلص طيب. البلد انتهى. طيب بدي اسالك عن كم شغله سريعه، والبلد مؤسساته انهارت، نظامه السياسي انهار، ونحن اللي عم نمرق فيه هلا ما بعرف إذا فيني أقول كلمة تضيع وقت، في فريق يعتبر نفسه أنه عم بيشتري وقت، نحن اليوم على رصيف الانتظار لتركب تسوية. لبنان ما قادر ينضج تسوية لوحده، بس المواطن مش قادر بعده ينتظر. قاصر المواطن منه قادر ينتظر، لجأ إلى شو بقوله يعني هو 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 ادارته الذاتيه لازمته، هو عم بيشوف كيف يعمل مزيته، كيف من زمان كانوا يحكوا بالفيدراليه، اليوم كل واحد عم يشتغل فيدراليه، وهن عم يشتغلوا الفيدراليه مش بس ببيته، نحن عم بيعملوه عم يعني عم بيقسموا البلد مناطق ديفاكتو بحكم الامر الواقع. هل بتقدر تصلح؟ هل بتقدر تاخذنا على نظام جديد؟ عن جد في علامه طيب استفهام كبيره، لانه بعد الافق مش واضح. لانه بدي اقول لك شغله، ضلت حكومة الرئيس نجيب مئاتي معطلة قديه وظروفها مبينة انه منا واضحة. لما رضيوا الامر كان على الحكومة، طلعت الحكومة بعد 24 ساعة. مشان هيك بقول لك انه اليوم نحن بس يطلع القرار، مع الاسف قصار، نحن قاصرين قاصرين عن ادارة شؤون بالصف. بلدنا بيمشوا دغري وكلهم بيمشوا بالصف. طيب. لهلا التسوية لهلا لم تنضج بعد، أسئلة بانتظار نضوجة. أهم شيء أنا بالنسبة لي بانتظار نضوجة وبظل القصور اللي نحن عايشين فيه، إنه نحن كلبنانيين ضل قادرين نهدي بس سريعة. نهدي تحقيقات المرفأ طارت، ما في أمل؟ ما بعتقد، لا ما بعتقد، ما بعتقد إنه طارت. الحكومة باقية مش باقية؟ باقية باقية، بلجان بدون اجتماعات، بلجان من دون اجتماعات أقله هلا. بس رح تبقى لأنه عنده مهمات، عم بيمشي الكهرباء، رئيس المئاتي ما تستهون الأمور اللي عم بيقوم فيها، عم بيمشي الكهرباء يعني عم يشتغل مثل ما بيقولوا بدو. لا 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 بس كمان 150 ملف أمام الحكومة لتبت فيها، ايه، و 91 تعيين قدام الحكومة ل مشان هيك مستعجل أو رئيس الجمهورية. نعم، ومشان هيك متريس رئيس الحكومة كمان يعني لا كمان فايتين على مشكل جديد. 91 تعيين شي بضحك ببكر، 91 تعيين إدارة، تشكيلات قضائية، تشكيلات دبلوماسية. سابين سمعنا أصوات الناس، لكن الناس وين؟ بيحترق قلبك لما تسمع. ولكن وين؟ ما فرقة معهم، هن عايشين بعالم خيالي لا علاقة، هن بالنسبة لقلهم هيدي أزمة وجودية، حرب وجودية، أو بيكونوا أو ما بيكونوا، المأصلة على رقبتهم، يا بيقدروا يضلوا يا ما بيقدروا يضلوا. بس هني عمليا ما رح يقدروا يضلوا، لأنه الأداء والممارسة اللي قدموه على مدى سنتين، كل واحد ضمن قواعده ما قدر ينجح باستقطاب قواعده. لحو التيار الوطني الحر عم تشوف ويني شعبيته، ويني عهد القوي والرئيس القوي والإنجازات، طب يا حوين تدقيق الجنائي يعني ما عليه، ما خلينا نسأل هو السؤالات. طيب بكرة نحن هلأ سنتين قطعوا، عم يحكوا هلأ 65% حاكم مصرف لبنان عم بعرقل التدقيق الجنائي. شو الحكي هيدا؟ وجه اتهامات رئيس الجمهورية، رئيس التيار الوطني الحر. هيدا مش هيدا، هيدا كلنا بعدنا بالإطار الشعبوي. أنا بعرف إنه إذا في فعلا عرقلة حقيقية بتروحوا على إجراءات أكثر صرامة وأكثر ما بيخلون شدة. مين ما رجعنا لمن بيخلون؟ لأني منطقهم، عم بحكيك بمنطقهم، أنا صحافي عم بسأل. مزبوط معك حق. لا عن جد ما هني بيقولوا طيب هيك. وليش لكن هني مسمين حالهم عهد القوي؟
خلينا نبطل عهد قوي والعهد الضعيف. لا لا, لا انه اليوم انا شوف لو جينا على الحكم بمنطق الرئيس الحكم الرئيس المعتدل الرئيس الضعيف مثل ما كانوا الرؤساء يأتون قبل, بقول انا لا حول ولا قوه بفهمه. بس انا لما بدي اجي بمنطق الرئيس القوي لازم يكون فعلا عندي, وسيما وانه عندي فائض قوه استمده من حليف لإلي. بس قلت سابين عواس بقلب الحلقه انه الامل الوحيد بصندوق الاقتراع. طبعا طبعا رح احكي عن الانتخابات رح تصير مش رح تصير, واذا صارت في امل للتغيير بظل الجو الموجود هون, خاصه الحكم المنظومه واطراف المعارضه لكمان مش كتير متفقين, يعني بعد ما في رؤية موحدة ما في مقاربة موحدة. صحيح. صحيح. والتحالفات هيئتها متشعبة. تنشوف شو الجو بهذا الموضوع, حاحكي بالانتخابات بس كمان لأنه 12 دقيقة أنا بنطر كمان ليه بدي اعتذر منك رقمي بنتهي 410, باخد مداخلتك وبرجع بروح لعندك إلي. مسأل خير أستاذ. أهلا وسهلا فيك, ما تواخذني ما بيأثر مسيك ومسي ضيفتك, بس عندي شغلتين على السريعة. تفضل. أنا من جمعتين تلفن سألتك, أنا عم بحكي من أمريكا بالنسبة لهذه الأونلاين على اللينك تبع وزارة الخارجية, قلت لك لازم بس عم نتسجل, في ناس عم يجيها confirmation وناس ما عم يجيها. هلأ طلع طلع العدد النهائي 225 ألف وشي. سمعت بس قصدي ما عرفنا حالنا نحن إذا من ضمن هال 225 ألف ولا لا. حقيقة أنا بصدق حكيت مع زميلي نوال ليشا عبود بهذا الموضوع وهي حكيت, بس ما في جواب, يعني ما بعرف شو بدي أقولك, يعني هني مش عارفين الشباب. هني مش عارفين تزوير. طيب تاني نقطة بالنسبة للأوانين وال 151 و 158 وأنا عايش بآخر الدنيا, يعني بعيد 24 ساعة على لبنان وصار لي 27 سنة بنحت بهالبلد هون, يعني بقيت الدم. نحن بنحط 18 ساعة بال 24 شغل. إذا شوي ضل معنا قرشين من بعد فواتيرنا ندفع بأمريكا, إذا ضل معنا قرشين كنا نحولنا على لبنان. طب أنا وين مصرياتي؟ طب أنا بدي مصريات, تعطوني مصريات فيي لحتى قزي باسبوري اللبناني وقول أنا ما بقى لبناني, خلص ما بقى لي شيء بلبنان. إنه مش سرقوا لي مصرياتي, سرقوا لي دمي. دمي بس. شو بدي اقول لك؟ بدي اشكر مداخلتك. شو بتقلي لك سابينا؟ شو بدي اقول له؟ حالته مثل حالة كل المغتربين اللبنانيه اللي بعتوا على البلد مصرياتهم مؤمنين بانه القطاع المصرفي هو من اقوى القطاعات واحد اعمده الاقتصاد الاساسيه. ما حدا توقع انه ينهار هالهيكل بهيدا الشكل. واللي ما توقعني أكتر أنه حتى لو وقع الانهيار ما يكون في حسن إدارة للفليسة للتفليسة. يعني أنت اليوم بلد مفلس, طب على الأقل يكون في إدارة تفليسة. كما أقول إدارة أزمة. يعني رح تابع مع المستمعين ندى شاهين, يعني عم تترجيني مري الفويس, رح أخد هيدا الفويس بالصوت لأنه في كتير فويسات, بس أنه ما بعرف يعني أكتر من مرة عم تقلي بليز بدي مري الفويس. تنشوف سابين حبيبة قلبي رفيقة المدرسة سابين عواس, يا الله شو انبسطت سمعت صوتك على صوت لبنان. سافي لونتان ندى شاهين, تتذكري دكتور ناجي نصر كنا بين الأوائل بالصف. يا الله نحن كنا شقراوات الصف بلينتاتي وكنا على طول نجاوب من الأوائل. أنا بهنيك وبحبك كتير. لا هلا انا انبسطت بالمداخله لان عم تقول بليز بليز. عرفتيها؟ تسلم لي ان شاء الله. يعني انبسطت انه على الاقل هيك كلمه حلوه بهالحلقه غير البكي والصريخ والقهر اللي كل يوم عم نعاني منه. علما انه انا بشهر العيد بشهر الميلاد بحس انه لو شو ما كان لازم نقدر نستقوي ونتجاوز وجعنا ونقول انه ميلاد بس مهضومه. مداخله جديده, اخر مداخلتين رح اخذهم لانه عم بدهمنا الوقت. مساء الخير, مين معي؟ الو, اهلا تفضلي. بونسوار, بدي اسال سؤال لمدام سابين. برايك التعميم تبع 158 هو افضل شيء للمودع, يعني لمصلحته اكثر من هذوليك؟ شكرا لمداخلتك. في بعد ولا باخد مداخله ثانيه كمان. مين معي؟ الو مرحبا, اهلا تفضل. استاذ جورج كيفك؟
اهلا وسهلا مسيو جورج. بس لجاوب الاستاذ اللي تلفن من امريكا امبارح، انا شفت القوائم على وزاره الخارجيه حاطين الاسماء اللي نقى يختار برا، حاطين حد اسمه بس تحط سجلك، حاطين حد اسمه اختاره ان يقترع في كندا او في المانيا او في امريكا، كل واحد في يفوت على الويب سايت بتبين. أوكي. هذا سؤال بس بدي اسال مدام سابين سؤال. بليز ممكن تفضل مدام سابين. بليز انا بدي اسالك، بتموز وآب اللي مرة قبل ما يشكل حكومته الرئيس الحريري كان وقتها مختلفين انه 18 وزير او 24 وزير، نعم كان بعد الرئيس الحريري مكلف، كان بعد مكلف. اوكي قبل اوكي قبل كانوا مختلفين على 18 وزير او 24 وزير. وقتها كان السيد نصر الله يطلع بكل خطاب يقول له يا دولة الرئيس لازم يكون معك شوية سياسيين على القليل، هيدول بيعطوك كتف ليحملوا معك لأنه الحمل بالبلد تقيل اليوم. أنا بذكر هيدي الكلمة، يعطوك كتف يعطوك كتف. هلأ لما شكل الرئيس نهاتي شفناه طرقوه كتف. سوري يعني أنا مضطر أقول هالكلمة. بدي أشكر مداخلتك. قبل ما أخذ إبراهيم من عندي على الواتس أب بناخذ إبراهيم بترجع بتجاوبي على 158. إبراهيم مداخلة قصيرة لأنه انتهى وقت، بدي أحكي دقيقتين عن الانتخابات. أنا سابين عويس، يعطيك العافية. تفضل حبيب الألف. أوكي مش أنا بدي بس أحكي شوي بالاقتصاد. بدي أقارب اللي صار بتركيا من كم يوم واللي عم يصير بتركيا هلأ مع اللي عم بيصير عنا بلبنان. عنا بلبنان بعضهم لهلأ ما أقالوا حاكم مصرف لبنان السياسيين، وبتركيا أقال ثلاث حكام مصارف المصرف المركزي وعين محلهم بس يصلح وضع الليرة التركية. بينما عنا بلبنان دليل مشاركة حاكم مصرف لبنان مع السياسيين مع المصارف بسرقة الشعب، يعني هيدي ما صارت هيدي بالعالم إلا أنه سرقوا الشعب اللبناني. هيدي يعني بعد ما صار أنه حدا دولة بتسرق شعبها، يعني عادة الدول إذا المصرف سرق المودعين الدولة بتعوض لهم. نحن عنا بلبنان صار العكس، صار الدولة والمصارف وهذا سارقين الشعب والشعب ساكت. يعني ما بعرف لوين بعد نحن رايحين يعني ما. والحلول الاقتصادية سهلة، بمجرد ما انك تسأل خبير اقتصادي، مش خبيث اقتصادي، خبير اقتصادي، هو بيقول لك كيف تصلح الوضع وكيف بتصلح الوضع، وبعدنا قادرين نصلح. يعني بعدنا لهلأ بعد ما فتنا بالأزمة الكبيرة، يعني جايين نحن بعد على وضع كتير سوداوي إذا بكفوا بهذا النمط وهذا. شكرا لك إبراهيم، شكرا لمداخلتك. لهون باخد يعني أخذت آخر مداخلات، بدي أعتذر من المستمعين والمشاهدين. بس تجاوب على اللي سألنا أنه إذا الـ 158 هو أفضل. أنا بدي أقول له أنه كل التعميم فيها هيركات بالنتيجة. ما في ولا تعميم أي أقل، يعني 158 أحسن من 151 والجديد أحسن من 2. إيه إيه، لأنه بالجديد بيقدر يحسن. وشو ناطرنا بعد جمعتين ما حدا بيعرف ولا ما بنعرف، لأنه إذا طلع الدولار أكثر سياسة التعاميم. هو أهم شيء أنه عملية بيع الشيكات، يعني هلأ بهيدا الـ 161 خفف، يعني أيد شوي عملية، لأنه صارت سوق قائمة بحد ذاتها، سوق سوداء أكثر من الدولار. بالنسبة لإبراهيم، لإبراهيم دخلك شو سألنا، عم يحكي عم يعطي اقتراحات إبراهيم، عم بيقول عطى رأيه يعني ما كمان بصراحة نسيت نسيت شو سألني. هن عطوا رأيهم يعني عطوا مداخلات رأيهم. المهم كان عن الـ 158 لأنه انتهى وقته. انتخابات راح تصير، ليك انتخابات في قرار دولي وضغط دولي كتير كبير لتصير، لأنه اليوم ما في شيء بده يطلع في قدرة بلبنان لتعطيله، بس لا ايه في قدرة، هي القدرة بالجانب الأمني، يعني الخوف والخطر الكبير إن نروح على شيء أمني. أساسا عم نبلش نشوف هذا التفلت المجتمعي، العنف المجتمعي. في تغيير من خلال الانتخابات؟ ما بعرف، هذا اللي بيخوف في علامة استفهام. لأنه طالما مش بدي سميها المعارضة، المجتمع المدني اللي شو بدك تسميون، كل من هو خارج السلطة ويسعى إلى خوض الانتخابات لإجراء التغيير، إذا ما تكاتفوا، إذا ما توحدوا على رؤية واحدة، على خطاب واحد أقله، إذا ما كانوا قادرين على خطاب واحد أقله على مجموعات أساسية تعطي
حرية الاختيار للناخب. في كتير ناس وهي بدي أقولها تجارب مشجعة باللبنان ممكن توصل هيدي القوة للحظة المناسبة وتكون قادرة تقدم البديل للناخب اللبناني. ما بدنا ننطر للحظة المناسبة، بده تحضير هلأ، لأنه الناس متعطشة لتغيير، الناس بحاجة لا تشوف وجه جديد. بس إذا ما شافت برنامج الوجه الجديد، ما شافته للوجه الجديد، ما عرفت شو عنده يعطيها الوجه الجديد، رح ترجع على قديمة. هل مسموح بلبنان التغيير حتى لو ترجم بصندوق؟ هو بعد مش مسموح، بس برجع بقلك في ضغط دولي كبير جدا لإجراء تغيير. قدي نحن بنقدر نكون يعني نمشي مع هذا؟ لأنه بالنتيجة أنا بتذكر جملة بدي قلك إياها، سألت مرة للسفير جيفري فيلتمان لما صارت 14 أدار وبتذكر كان كتير جوابه، ورجع صار شيء من بعده وما عاد في تدخل، يعني ما عاد عم نشوف اهتمام دولي. قلت له ليه ما بقى عم تهتموا؟ قال لي ما تغلطي بالقراءة، نحن مش نحن منتدخل ولا نحن منخلق، نحن منلحق، نحن منستغل، نحن شفنا الناس بالشارع دعمناهم، بس ما نحن خلقنا 14 أدار، ما نحن خلقنا الناس تنزل على الشارع. ونفس الشيء ب 17 تشرين، نحن شفنا الناس نزلوا على الشارع، دخلنا عليهم وواكبناهم. لذلك اليوم بدنا نعرف انه نحن بدنا نكون بدنا التغيير للعالم يطلع فيه. الى اين يتجه؟ والا الى المجهول. الى المجهول، الى المجهول، بانتظار ما يجري بفيينا. تسوية، بانتظار التسوية، الصفقة الكبرى اللي بعد لم تنضج ظروفها بعد مع الأسف. الكاتبة والصحفية سابين عواس، أنا كتير أنت يعني شكرا لك، وإن شاء الله ما بعرف إيه، بس إن شاء الله نكون يعني إن شاء الله بقدر المعرفة اللي أنا عندي مداخلات المستمعين يعني إن شاء الله أكون قدرت جوابت بالأشياء يعني فدت، لأنه للحقيقة للحقيقة حالة التخبط كلنا عم نعاني منها، وكلنا ما عم نعرف، لأنه ما في رؤية واضحة، ما في برنامج واضح، ما في استراتيجية واضحة، ما بنعرف شيء، ما في شيء، ما بنعرف شيء للأسف، ما في شيء بعد مع الأسف. شكرا لك سابينا عواش. شكرا لك. أطيب التحيات من إليف تابت، من تراز خوري، مني جورج العلية. إلى اللقاء الأسبوع المقبل إذا الله رب.